السيد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم، والكلمة الآن للسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، السيدات والسادة الحضور، في البداية أود أن أرحب بحضراتكم جميعا في فعالية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية. كما أنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا مجددا لنشهد إنجاز معلم جديد على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ألا وهو تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة. ذلك الإنجاز الذي يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة، حيث به تنتقل الدولة المصرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى بكافة وحدات محطة الضبعة كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية. ففي ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسارع مصرنا الحبيبة الزمن نحو تحقيق آفاق وتطلعات جديدة. فبالأمس القريب وعلى مدى الشهور الماضية تشاركنا سويا في فعاليات عدة في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومنها الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة، وكذا تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الأولى والثانية. لقد حققت هذه الإنجازات في وقت قياسي غير مسبوق، وهو ما يؤكد على تقدم المشروع بخطى ثابتة وتعاون مثمر مع شركائنا من الجانب الروسي. وتتأتى هذه الإنجازات تتويجاً للعمل المنسق بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشرف على تنفيذ المشروع، وشركة روس أو شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع. فما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة لم يكن أبداً وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الرعاية والدعم الذي توليه القيادة السياسية للبلدين، وكذلك العمل الجاد والشاق لفرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي، الذين واصلوا الليل والنهار من أجل تحقيق كافة معالم المشروع الرئيسية وفق توقيتاتها الزمنية المتفق عليها على الرغم من كافة الظروف العالمية المحيطة. السيدات والسادة الحضور، في الختام اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني العميق وتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، وكذلك فرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي على كافة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ كافة معالم المشروع الرئيسية خلال توقيتاتها الزمنية المتفق عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.